المخرج الكبير خيري بشارة عرفك على الفنان الكبير محمد منير. وانت تعرفتي، انا شايفة انه لقائك مع محمد منير كان في فترة، يعني فترة نضوج وتوهج شديد جدا لمحمد منير، وبيعمل فيها بينقل نقلة كمان تانية يعني. وبالذات مع سويا سو وبقية الأغاني اللي قدمتوها مع بعض. من قبلها حط الدبلة وحط الساعة. حط الدبلة وحط الساعة. يعني ليه الصبايا. ومنير ليه تجربة، ليه مشروع، وليه شكله، ليه أغنيته، ليه جمهوره الكبير. رحتي إزاي بقى لتجربة محمد منير دي؟ انا رحت مع خيري بشارة. ايوه. لان منير كان بطل الفيلم اللي انا بكتب اغانيه، وتعرفت ساعتها عليه. وبعد كده لما الفيلم وقف وما كملش، انا اديت لمنير اغاني وسافرت، رجعت لقيت منير منفذ اغنيه من الاغاني دي ومحتاج لي علشان اعمل له التنازل. عملت له التنازل وطلب مني اعمل له الغنوه الثانيه اللي هي العالي العالي يابا. عملتها. وبعد كده لما الاغاني نجحت، أغاني الألبوم الأول لما نجح جدا واستوقفت الناس، طلبني بقى في الألبوم الثاني واستمرينا مع بعض. كان بيخلينا دايما نكمل إن إحنا بننجح سوا. يعني إيه اللي خلاكي تدي فكرة بالذات سويا سو لمنير؟ لأن سويا سو فيها يعني الناس يمكن ما تعرفش قصتها، يعني دي يعني ده فولكلور المصريين وقت الإنجليز، والناس أخدتها على إنها أغنية لطيفة وحكايات وروايات. لكن يعني هل هو طلب منك، ولا أنت حسيتي أنه مشروع منير يمشي مع الأغنية دي؟ لا، هو الحقيقة منير اللي اداني اللحن ده. منير اللي كان بيدور دايما على الحاجة اللي تناسب مشروعه. يعني اداكي اللحن فأنت حطيتي عليه كلام. واقتنع بيه؟ اقتنع بيه، لأن أنا كنت بتقولي في حوار من الحوارات أن منير متعب في التعامل معاه. هو منير متعب عشان منير حد كبير قوي وحد مهم جدا، واللي غنى معاهم قبلي اساتذه كبار قوي. فعشان انا اكون على قد المستوى ده واعمل غنوه تنجح مع محمد منير، ده موضوع طبعا مش سهل. كان بيتعبني، بس كنت بفرح لما بنجح. بتعبك ازاي بقى؟ مجهود ان مش بتكتب الغنوه مره واحده ابدا، بيغير. لا، هو ساعات يغير، بس قبل انا ما اوصلها له اصلا انا نفسي بغير وبشتغل عليها كتير لحد ما برضى عنها تماما. لو هو بعد كده شاف اي ملاحظه طبعا بنفذ اللي هو بيقول عليه، لان معظم ملاحظات محمد منير في الصميم يعني. استاذ، ايه الحاجات اللي كنت حاسه دي تعجبه قوي ودي ما تعجبوش خالص؟ يعني منير حريص كمان على انه يقدم فولكلور كتير. انت عامله حاجتين ثلاثه فولكلور معاه. في ثلاث حاجات فولكلور، دول ثلاث الحان او اربعه، اكتر اربع حاجات. دول اربع الحان كانوا عنده هو، اداهم لي عشان اكتبهم. فانا بس دول الحان، انت حطيتي الكلام اللي جاي من الفولكلور. ازاي اقنعتيه بيه؟ هو اقتنع لان الكلام حلو وعجبه. الكلام عجبه، يعني انا قاريه دماغه وانا عارفه هو بيفكر ازاي وعارفه مستواه كويس. ما اقدرش اقدم له حاجه هزيله ولا حاجه مش قويه، لازم دايما بختار اقوى ما عندي. كنت بتبقي قلقانه لما بينزل البوم بقى لمنير وعايز تعرفي اغانيكي هتعمل ايه بالظبط؟ طبعا كنت ببقى تحضري تصوير جداً. يعني سويا سو اللي شفناها على الشاشه، حضرتي تصويرها؟ لا، ما حضرتش التصوير. يعني ممكن احضر تسجيل، بس التصوير لا. انا بسلم الغنوه لمنير، ومنير قائد كبير طبعا. منير قائد كبير اكيد، وانا طبعا بتطمنه لاي نتيجه بتطلع معايا.